السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا النهارده يا جماعه في بعض الحاجات اللي لازم انت تاخد بالك منها كويس جدا وتبقى عامل احتياطاتك بفضل الله، وفي الاخر كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا، احنا في الاخر ما الا وسيله. ولكن الامراض اللي هي بتصيب العجول وسريعه الانتشار، هنتكلم عن كذا نوع مثلا من انواع الامراض ان شاء الله. يا ريتك تاخد بالك من الموضوع ده كويس جدا، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ومتابعه للفيديو عشان يوصلك منا كل جديد بفضل الله رب العالمين، وما تنساش تعمل لايك للصفحه يا جماعه عشان دعمكم بيهمنا واحنا بيكم وليكم ان شاء الله. نوصل لكم المعلومات وبنتمنى ان يكون الفيديو يعجبكم في الاخر. طبعا النهارده هنتكلم عن الالتهاب الرئوي للعجول الرضيعه. الالتهاب الرئوي والعجول الرضيعه دوت يا جماعه خطر جدا جدا فوق ما تتخيلوا، لان الالتهاب الرئوي بيصيب الحيوانات في القصبة الهوائية بتاعتهم، وبالتالي بيؤدي الى ان هو ما ياكلش ما يشربش ما لا يعرف يخس يقل في المناعة بتاعته، كل حاجة عنده بلا استثناء بتبوظ. ان الالتهاب الرئوي دوت هو ما كان ما بيجيله التهاب لا بيقدر ياكل ولا يقدر يشرب ولا يبلع ولا الكلام ده كله، خلاص كل ده بيبوظ عنده. فطبعا ده بيجي نتيجة اهمالنا برضو يا جماعة، اهمالنا في لان احنا بنقلل في نسبة الفيتامينات بالنسبة للام ساعة الولادة، بنقلل من انها نديها الطاقة بتاعتها عشان تقدر تفيد الجنين، بنديه ما بنديهاش الادوية اللازمة عشان تعمل اكتمال للحيوان. ولكن هتقول لي برضو يا استاذ محمد، طب ما البقر ده بيبقى في الملأ وبتولد البقر عادي والكلام ده، ما تقارنش نفسك بالخليقة الحرة للخليقة اللي هي انت ربنا اوجدك عليها انك انت ماسكها او اللي انت حاكمها. طبعا كل ده لازم تتعلمه ولازم تفهمه، انك انت لما تكون ربنا اداك نعمة حافظ عليها، لكن ربنا بيرزق الدودة في الحجر، تمام كده، وربنا واخد باله وعارف كل حاجة عن خالقته. فلما يديك نعمة لازم بيديك المسؤولية عليها انك انت تحافظ عليها. فالالتهاب الرئوي يا جماعة، عشان ما نخشش في مواضيع تانية، الالتهاب الرئوي يا جماعة مشكلته انه لما بيجي للحيوان لا قدر الله، لو انت ما لحقتش تتعامل معاه او انك انت ما لحقتش تاخد بالك منه، بالتالي الموضوع بيبقى انتهى بالنسبه للحيوان، وده اللي بيؤثر بالسلب على الثروه الحيوانيه، سواء كان في مصر سواء كان في الغرب سواء كان في اي حاجه في اي منطقه في الدنيا بيأثر عليها بالسلب، لان الالتهاب الرئوي صعب جدا جدا، عافانا وعافاكم الله. ده طبعا يعتبر اول حاجه احنا بنتكلم عليها. تاني حاجة احنا بنتكلم عليها الكوكسيديا. الكوكسيديا ده مرض برضو لا قدر الله بيدخل في الحيوان عن طريق الاهمال، عن طريق الاكل المعفن اللي هو بيبقى مصاحب للعفن، وده مشكلة كبيرة جدا، او ان الارض لا قدر الله مش نظيفة، او في تزاحم في الحيوانات في مكان معين، فالمرض بيجي نتيجة التزاحم. وطفيل الكوكسيديا يا جماعة بيبقى موجود في أمعاء الحيوانات وبيتغذى على الدم، وبالتالي مهما تأكل مهما تشرب الحيوان ما بيزيدش، فتعرف على طول إنه هو عنده مرض الكوكسيديا، ولازم تجيب الدكتور عشان يديك العلاج بفضل الله رب العالمين. الأصعب من ده كله بقى الكساح في أمراض العجول الرضيعة، وده بيحصل نتيجة نقص الكالسيوم والفوسفور مع نقص فيتامينات دال، وده اهم اعراضه انه بيعمل تضخم في المفاصل، يعني مفصل العجل لا قدر الله بتاعه بتلاقيه ضخم عن الحيز بتاعه الطبيعي اللي ربنا خلقه بيه. تقوس في العظام، يعني العجل يبقى مثلا رجليه كبيره ولكن في تقوس عنده في العظام. الميل المستمر باستمرار، يعني هو تلاقيه ماشي واخد يمين او ياخد شمال، هو بيزك في حته معينه، فده نقص في الكالسيوم. وكمان برضو في الاخر زيادة الحساسية وحدوث اشياء اخرى انت في غنى عنها بالنسبة للحيوان، وده اللي بيؤدي الى الخسارة في النهاية. وطبعا عشان تقضي على الكساح دوت لازما زي ما انا ما قلت لك في الاخر، ولو تلاحظوا كلامي يا جماعة، انك انت طول ما انت معتني بالحاجة بفضل الله كل اللي احنا حكينا فيه ده ولا له لازمة عندك الا من رحم ربي، يعني احنا ملناش نتدخل في الكلام ده، ولكن احنا بنقول طول ما انت بتعمل اللي عليك بفضل الله هتلاقي الدنيا ماشيه معاك تمام، وهتلاقي نفسك بتعمل كل حاجه وربنا مسهلها لك لانك انت عملت اللي عليك مع الحيوانات. عكس كده فايه، انت ليك الاجر عند الله.
المهم انك انت بتعتني بحاجتك، بتقدم لها الدكتور لو هي عايزه دكتور، بتعمل لها الاكل بتاعها، محتاجه طاقه بتديها الطاقه، محتاجه بروتينات بتديها بروتينات، بتحافظ على مواعيد الاكل والشرب بتاعتها، بتحافظ على نظافه المكان اللي هي متواجده فيه. بالتالي ربك هيكرمك وهيزيدك. ولو انت متوقع ان تحويل الحيوانات هيديك كيلو واثنين وتلاتة، لا هيديك اكتر من كده، لان انت بفضل الله رعاية ربنا كل اللي احنا بنتكلم فيه دي منظومة ثابتة، ولكن الزيادة والخير من الله مش بايدينا، انت اللي بتحافظ وانت اللي بتجتهد وانت اللي عايز تنجح. في الاول وفي الاخر انا بتمنى لكم ان ما يبقاش في عندكم اي امراض، ولكن انا بقول لحضراتكم الحاجات دي عشان تاخدوا بالكم منها يا جماعة. ما تهملوش حيواناتكم، ما تهملوش الشغل بتاعكم، ما تهملوش الثروة الحيوانية، لان هي عمود اساسي من نجاح اي بلد في الدنيا. الثروة الحيوانية حافظوا عليها. بنتمنى لكم كل التوفيق وبنتمنى لكم النجاح، وربنا يبعد عنكم الامراض ويبعد عن جميع انحاء العالم الامراض. عافانا وعافاكم الله. كان معكم محمد ابراهيم. ما تنسوش تعملوا مشاركة ومتابعة للفيديو. ولو انت مستمر معانا لحد نهاية الفيديو، يا ريتك تكتب في الكومنتات ان انت بطل. بتمنى لكم كل التوفيق. كان معكم محمد ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا فيديوهات جديدة. سلام.